احنا النهاردة ان شاء الله هنشرح محاضرة الاسبوع العاشر. كنت قابلتكم في الاسبوع التاسع وكنا شرحنا الفورس اكسلريشن ميثود، وكنا شرحنا فيها شوية مسائل عالجنا فيها. لو كان البادي بيعمل ترانزليشن موشن اعمل ايه؟ لو كان البادي بيعمل روتيشن موشن اعمل ايه؟ اتفضل لنا شوية افكار في نفس التوبيك ان شاء الله هنغطيها النهاردة. افكركم كده سريعا في المحاضره اللي فاتت كنا بنقول ايه. كنا راجعنا المومنت اوف انرشيا وازاي نحسبها للسلندر راد، واخدنا الرولز بتاعتها ام ال سكويرد على 3 لو كنت عند طرف الراد، او ام ال سكويرد على 12 لو كنت عند السنتر اوف ماس. طبعا احنا باكد تاني ان احنا بنتعامل مع السنتر اوف ماس، يعني معنى كده ان انا لو عندي بادي كان عنده سنترويد وعنده سنتر اوف ماس ماليش دعوه بالسنترويد خالص، ماليش دعوه غير بالسنتر اوف ماس. واخدنا كمان المومنت اوف انرشيا للديسك او السفير او السلندر، وقلنا ان كل واحده منهم ليها الرولز الخاص بيها. اخدنا المومنت اوف انرشيا للسيم بليت، طبعا دي كلها رولز المفروض انت اخدتها في كورس قبل كده بس رجعناها عشان احنا محتاجينها في الجزء بتاع الفورس اكسلريشن ميثود. وافتكرنا سوا البارلل اكسس ثيرم اللي هي بتحسب لي المومنت اوف انرشيا عند بوينت غير مين غير الجي بالقانون ده. بعد كده قلنا ان هو لو اداني الراديوس اوف جيريشن وده كونستانت عرفناه قبل كده، قلنا يبقى ساعتها الاي حوالين البوينت بتساوي ام الكي بوينت ديت سكوير. طبعا البوينت ديت في الغالب في المثال بتبقى هي السنتر اوف ماس جي، بيجي في المثال يقول لك ان الراديوس اوف جيريشن ات جي ايكوال كذا. بقوم بستخدم الرول دوت، انسى بقى الرولز اللي انا حافظها ديت وابدا استخدم الرول بتاع المومنت اوف انرشيا. اخدنا برضو بعد كده المحاضره اللي فاتت وقلت لكم تراجعوها كويس جدا، يعني الناس اللي عايزه تسمع محاضره الاسبوع العاشر لازم الاول تسمع محاضره الاسبوع التاسع، وما زال هيحس ان الموضوع في حاجه كتير ناقصه عايزه تتشرح. تاسع بعد كده الاسبوع العاشر. هنا شرحنا هي مش عايزه تيجي بقى شويه كده، شرحنا الكينماتيك بادي دايجرام ان انا يبقى عندي بادي بيعمل ترانزليشن موشن. نرسم الكينماتيك بادي دايجرام يعني الالفا واتجاه الاكسلريشن. فطبعا في حاله الترانزليشن الالفا ايكوال 0، حاله الترانزليشن الالفا ايكوال 0، عم ناخد القلم ده هنا الالفا ايكوال 0. في حاله الروتيشن بنستخدم ايه تانجنت وايه نورمال. كان في ناس منكم سالتني امتى استخدم الاي تانجنت والاي نورمال. تاني يا جماعه الاي تانجنت والاي نورمال لو كان عندي فيكسد بوينت، يعني انا لو عملت كده وقلت ان النقطه ديت نقطه فيكسد الديسك بيدور حواليها، وانت عايز تجيب نقطه سنتر الاكسلريشن البوينت ديت، ففي الحاله دي لو وصلنا بالبوينت بالفيكسد هتدينا خط اسمه ار، ار سمول. فيبقى في هنا اي تانجنت، الاي تانجنت ديت هي الفا في الار اللي انا رسمتها، وفي هنا اي نورمال اللي هي هتساوي اوميجا سكويرد في الار. محدش يستخدم الاي تانجنت والاي نورمال غير لما يمتلك البادي بتاعنا فيكسد بوينت. يعني شايفين الرسمه ديت هنا في فيكسد بوينت اللي هي بتاعه البن، والرسمه ديت برضو فيها فيكسد بوينت اللي هي بيدور حوالينها الديسك. لكن لو كان البادي بيعمل جنرال بليم موشن يبقى ما اقدرش استخدم اي تانجنت واي نورمال. هنا البادي ده بيعمل جنرال بليم موشن، هناخد ان شاء الله النهارده مساله على الجنرال بليم موشن، وهنعرف ان في حاله الجنرال بليم موشن احنا مش عارفين اتجاه الاكسلريشن خالص، فبنفرضها تو كومبوننتس، كومبوننت على الاكس وكومبوننت على الواي. الرولينج موشن هو حاله خاصه من الجنرال بليم موشن، الرولينج موشن هو حاله خاصه من الجنرال بليم موشن، ودي هناخدها بالتفصيل النهارده، تعالوا نفصل فيها من خلال مساله احسن عشان نبقى عارفين الرولز اللي انا كاتبها هنا ديت استخدامها في المسائل هيكون ازاي. تعالوا نمسح بقى اللي احنا كاتبينه دوت. كلير اول. تعالوا نشوف المساله ديت. المسألة ديت
ده اكزامبل 17.12 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت عندك سلندر راد. طبعا كلمه سلندر راد معناها كلمه سلندر راد لوحدها ديت معناها ان الاي عند الجي هتبقى ام ال سكويرد على 12، وهتبقى الاي عند الطرف اللي هي نقطه A هتساوي ام ال سكويرد على 3. يبقى ديت الرولز اللي هستخدمها لو قال لي كلمه ايه؟ لو قال لي كلمه سلندر راد. بيقول لي ان السلندر راد ده كان ليه ماس بتساوي ام. واضح ان المساله ديت ما فيهاش ارقام، هتبقى سامبلز كلها ماس ام اند لانس ال، يعني ده كده ليه ماس الفاليو بتاعتها بام، والطول بتاعه اللانس بتاعه ايكوال ال، اند از ريليزد فروم ريست لما الثيتا ايكوال زيرو. الرد ده لو كان الثيتا ايكوال زيرو هيبقى هوريزونتال، على حسب الثيتا اللي هو راسمها ديت هنرسم البار دوت هوريزونتال. ريليزد فروم ريست يعني ايه ريليزد فروم ريست؟ ريليزد فروم ريست كلمه ريست بتتكلم على الفيلوسيتي، فلما اقول كلمه ريست، كلمه ريست معناها ايه؟ معناها ان الاوميجا ايكوال زيرو. فانهي بوزيشن؟ قال لي في الانيشال بوزيشن بتاعها ريليزد فروم ريست لما كانت الثيتا، الثيتا اللي هي موجوده في الرسمه بتاعتنا ايكوال زيرو. طب ايه كمان؟ ده خلص الداتا بتاعته. ده بيقول لي ريكوايرد كده، بيقول لي هات لي الهوريزونتال اند فيرتيكال كومبوننتس اوف ذا فورس ويتش ذا بن ات ايه اكزرت. عايز يعرف الرياكشن بتاع البن ايه، وعايز يعرف الكومبوننتس بتاعتها الهوريزونتال والفيرتيكال. يعني هو بيقول لي هات لي رياكشن، وبيقول لي لازم الرياكشن ده يكون معمول له ريزوليوشن هوريزونتال وفيرتيكال. عشان بس لو واحد مننا قام جاي راسم الاي اكس كده وراسم الاي واي كده وقام حاسبهم هيبقى بيحل غلط، لان هو عايز ايه؟ عايز ريزوليوشن الرياكشن يبقى هوريزونتال ويبقى فيرتيكال، فاصبح الحل بالمنظر ده ما ينفعش. لما امتى بقى؟ هنا المشكله. قال لي لما الثيتا ايكوال 90 ديجري. هو لما الثيتا ايكوال 90 ديجري ده يبقى البار مرسوم ازاي؟ تعالوا كده نشوف. الخط ده فيكسد والخط ده بيتحرك بحركه البار، يعني معنى كده البار يبقى ايه؟ يبقى فيرتيكال. طب فين المشكله؟ تعالوا كده نحل المساله ونشوف فين المشكله. تعالوا نقول ان احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان انا برسم رسمتين، برسم الفري بادي دايجرام وبرسم الكينيماتيك بادي دايجرام. طب امتى؟ خلي بالكم المساله ديت مديني تو بوزيشنز. المساله اللي فاتت بتاعت الويك التاسع كان بنرسم البادي في البوزيشن اللي هو مدينا فيه المساله، هنا اصبح بقى في ربكه. انت بتقول لي ان هو ريليزد فروم ريست لما الثيتا ايكوال زيرو، وطالب طلباتك لما الثيتا ايكوال 90 ديجري. الطبيعي ان انا هروح للمكان اللي طالب فيه طلباتي. يعني انا لما هعمل الستابس بتاعت الويك 9 هرسم الفري بادي دايجرام والكينيماتيك بادي دايجرام، بس لما الثيتا بتاعتي ايكوال 90 ديجري. طب فين المشكله؟ تعال نشوف فين المشكله. لو جيت رسمت الفري بادي دايجرام ادي البادي، لو جيت رسمت الفري بادي دايجرام ادي البادي بتاعي اهو الراد، رسمته لما كان في الوضع الفيرتيكال. لما اجي ارسم الفورسز، تعالوا نرسمه مره ثانيه للكينيماتيك بادي دايجرام. تعالوا بقى نرسم الايه؟ الفورسز. لو جيت رسمت الفورسز هلاقي ان نقطه A عندها رياكشن هنا AX وAY، كومبوننت هوريزونتال وكومبوننت فيرتيكال زي ما الراجل طلب. هيبقى عندي عند نقطه G عندي الويت، هو اداني الماس ايكوال ام، يبقى الويت ايكوال ام تايمز جي. خلي بالكم ان الام هنا هنعتبرها انها رقم معروف. طب دي كده الفورسز. طب ما تيجي نرسم الكينيماتيك بادي دايجرام. هو البادي ده بيعمل حركه نوعها ايه؟ بيعمل حركه نوعها روتيشن اباوت الاي. ادي نقطه A النقطه الفيكسد، لسه قايلينها من مفيش دقيقه. قلنا ان روتيشن يبقى ايه؟ تانجنت وايه؟ نورمال. يبقى معنى كده ان انا هاجي عند نقطه الجي واقول هنا في الماس في الاي جي تانجنت اللي هي تبقى الفا في ار. الار طبعا بتاعتنا هي ال اوفر 2. الار هي بعد الجي عن النقطه الفيكسد، وطبعا الطول ده كله ال، يبقى النص ال اوفر 2. وهنا في الماس مضروبه في الاي جي نورمال اللي هي اوميجا سكويرد مضروبه في ال اوفر 2. طب فين المشكله؟
ما هو ما انت رسمت الفري بادي دايجرام ورسمت البادي دايجرام الكينيماتيك بادي دايجرام. اللي ذاكر معايا او اللي راجع معايا محاضره الاسبوع التاسع هيعرف ان انا اخر حاجه اقدر اعملها ان انا احل الثلاث معادلات في 3 انونز. طب ما تيجوا كده نعد الانونز هنا. الانونز يعني الحاجات اللي احنا مش عارفين الفاليو بتاعتها. واحد يقول لي الام، لا الام معروفه لانه قال لي ماس اوف ام، الام معروف هنعتبر انها معروف. يبقى انا مش هعد ديت معايا، دي تعتبر ايه؟ نون. طيب ما اعرفش الاي اكس يبقى دي واحد، ما اعرفش الاي واي يبقى دي اتنين، ما اعرفش الالفا يبقى دي ثلاثه، ما اعرفش الاوميجا يبقى دي اربعه. واحد يقول لي انت تعرف الاوميجا، مش هو قال لك اهو الاوميجا ايكوال زيرو؟ هو قال لي الاوميجا ايكوال زيرو امتى؟ لما الثيتا ايكوال زيرو، لما الثيتا ايكوال زيرو. خلي بالكم ادي البار هنا الثيتا ايكوال زيرو، لما ابدا اسيب البار هيعمل ايه؟ هيبدا يسوينج كده، هيعدي بالوضع الفيرتيكال باوميجا بكام؟ ما قاليش. يبقى انا هنا اصبح عندي 4 انونز تاني، الاي اكس والاي واي والالفا والاوميجا. فهنا المساله مش هينفع تتحل بالشكل ده. طيب امال نحلها ازاي؟ تعالوا كده نشوف مساله زي ديت هنحلها ازاي. المساله ديت فريده من نوع، لانها مديني كينيماتيك بروبارتس عند بوزيشن وطالب ريكوارد عند بوزيشن تاني. يبقى انا لازم اجيب ريليشن. بص انا بفكر ازاي، لازم اجيب ريليشن يجيب لي الاوميجا او الالفا، الاوميجا او الالفا او الاوميجا والالفا في البوزيشن الجديد. يبقى انا هنا عندي البوزيشن الاولاني اللي هو ده كانت الاوميجا فيه ايكوال زيرو، وانا عايز اعرف في البوزيشن دوت الاوميجا ايكوال كام. مشكله. طيب نعمل ايه؟ النوع ده من المسائل لازم اجيب ايكويشن بتوصف الحركه ككل، وعشان تجيب ايكويشن توصف الحركه ككل لازم تحل البادي دوت في جنرال بوزيشن. يعني ايه جنرال بوزيشن؟ جنرال بوزيشن يعني هرسم الفري بادي دايجرام ات اني انجل ثيتا. بصوا ادي البار اهو وادي اني انجل ثيتا، وهبدا ارسم الفري بادي دايجرام والكينيماتيك بادي دايجرام. لو جيت رسمت الفري بادي دايجرام هلاقي ان الفورسز هي الرياكشن، هنا عندي اي اكس وهنا عندي اي واي، مش فارقه بقى ارسمهم هوريزونتال وفيرتيكال لان انا مش هحسب هنا، انا هحسب في المكان ده. ايه كمان؟ الويت، هاجي هنا انزل الام في الجي. وايه كمان؟ هبدا احط الجيومتري بتاعتي هنا، الانجل دي ثيتا، لو جينا عملنا كده تبقى دي برضو الانجل ايه؟ الانجل ثيتا بتاعتي. ده كده الفري بادي دايجرام. لو جيت رسمت الكينيماتيك بادي دايجرام لنفس البوزيشن هلاقي نفسي بقول ان انا عندي ادي البار اهو وبيروتيت حوالين الفيكسد بوينت اللي هي الاي. يبقى لو رسمت الكينيماتيك بادي دايجرام هرسم الاي اي او الاي جي في الالفا، هرسم هنا الاي تانجنت اللي هي هتبقى ام مضروبه في الاي تانجنت اللي هي الفا في ال اوفر 2، وهيبقى عندي كومبوننت هنا هو الام في الاي نورمال اللي هي اوميجا سكوارد في ال اوفر 2. انت عايز ايه؟ قال انا عايز اجيب الاوميجا ديت بدلاله معرفتي للاوميجا دي، عشان الكلام اللي لسه قايلينه في السلايد اللي قبلها، يبقى عندي 3 انونز اي اكس واي واي والفا. طب ايه المعادله اللي تربط الاوميجا دي بالاوميجا دي؟ قال لي الالفا. الالفا احنا كنا اخذنا ان الالفا هي اللي بتجيب لي الاوميجا بعد انترفال، وقلنا ان لو كانت الالفا دي كونستانت يبقى استخدم 3 رولز اللي هم اوميجا ايكوال اوميجا نوت بلس الفا في تي اند سو اون، او ان انا اعمل انتجريشن وديريفيتيف على حسب حاله الالفا هي فانكشن في التايم ولا فانكشن في الثيتا ولا فانكشن في ايه. يبقى معنى كده ان انا عايز اجيب شكل الالفا او لون الالفا في المساله دي. طب انت عندك كام معادله؟ انا عندي ثلاث معادلات في الفورس اكسليشن ميثود، سيجما فورسز ايكوال ماس في اكسليشن على الاكس، سيجما فورسز ماس في اكسليشن ايكوال اكسليشن على الواي، سيجما مومنت ايكوال اي في الفا. واضح ان المعادله ديت هي اللي هتنفعنا لان هي الوحيده اللي فيها الالفا. فابدا حلي بان انا اقول سيجما مومنت
about الـ A equal I A في ألفا. إيه ده؟ أنت مش لسه بتقول سيجما مومنت about الـ G equal I G في ألفا؟ ارجع لمحاضرة المرة اللي فاتت بتاعت الأسبوع التاسع هتعرف إن ينفع أطبق الرول عند fixed point A. طيب تعالوا نسبستيتيوت، هاخد السيجما مومنت للفري بادي دايجرام هنا، فطبعا الاي اكس والاي واي هيطيروا عشان كده قلت مش مهم اتجاههم ايه، هيطيروا معايا. بعد كده مومنت الام جي، الام جي لو عملت له ريزوليوشن هيدينا ام جي، هيدينا ام جي كوساين ثيتا، كوساين ثيتا مضروب في ال اوفر 2، يبقى انا كده ضربت فورس في ايه؟ في ديستنس. انا اخدت البوست بتاعي كلوك وايز، ينفع لان هو كل المساله كلوك وايز. ايكوال الاي اي، طبعا ده سلندر رود، يبقى الاي هي ام في ال سكوير ديفايدد باي 3 تايمز مين؟ تايمز الالفا. لو جينا اختصرنا الايكويشن ديت هلاقي ان الماس طارت مع الماس اللي هنا، السكوير من ال طار مع ال دي كلها، فلو عايز اجيب الالفا لوحدها هتبقى الالفا بتاعتي ايكوال، ايكوال كام بقى؟ تعالوا نجيب الثلاثه هنا وتعالوا نجيب ال L هنا والاثنين، فهتبقى 1.5 مضروبه في G مضروبه في كوساين ثيتا، وكل الكلام ده ديفايدد باي، ديفايدد باي L، يبقى انا عندي 1.5 3 على 2 مضروبه في ال G مضروبه في كوساين ثيتا. الواحد ونص ده رقم كونستنت، ال L ده دايمنشن كونستنت، ال G رقم كونستنت، يبقى واضح هنا ان الالفا بتاعتي اصبحت فانكشن في الثيتا. طب ويا الثيتا دي بوزيشن ولا تايم؟ قال لي ده بوزيشن. يبقى انت هنا الالفا بتاعتك، خلي بالك ان الالفا ليها قانونين، يا اما دي اوميجا باي دي تي، يا اما اوميجا دي اوميجا باي دي ثيتا. انا اقدر استخدم الرول ده، اقدر استخدم الرول ده، مفيش في المساله تايم، يبقى انا استخدم اوميجا دي اوميجا باي دي ثيتا. يبقى دي كده ايكويشن رقم ايه؟ ايكويشن رقم واحد. واحد يقول انا ممكن اوقف الحل من هنا وابدا اروح اقول ان الثيتا ايكوال 90 اجيب الالفا، وانت هناك كنت عديت 4 انونز، فبمعرفتي للالفا بقوا 3 انونز. قال لك بس 3 انونز دول مش مربوطين ببعض، مش تعرف تجيبها برضه، لازم نجيب الاوميجا. طب يلا نكمل، انت هتحط الاوميجا، هتحط الالفا ايكوال اوميجا دي اوميجا باي دي ثيتا ايكوال 1.5 على ال في جي في كوساين ثيتا. طبعا الكلام ده هيخليني اعمل ايه؟ هيخليني ان انا، تعالوا كده نمسح ديت، هيخليني ان انا اشيل الدي الدي ثيتا، تعالوا كده نشيل كمان الدي اوميجا، وابدا اقول ان هنا دي اوميجا. طب والدي ثيتا راحت فين؟ هنجيبها الناحيه دي، يبقى هنا الدي ثيتا، ومن اللحظه ديت اقدر اعمل انتجريشن. بص في الانتجريشن طلعت الكونستنت بره الانتجريشن. بدات بايه؟ شوف الانيشال كونديشن نفهم معايا اهو، بدات ان الثيتا كانت بزيرو، الثيتا بتاعتي كانت ايكوال زيرو، كانت ساعتها الاوميجا ايكوال زيرو. هنا هيبقى اي اوميجا، وهنا هيبقى اي ايه؟ هيبقى اي ثيتا. لو جيت عملت انتجريشن للكلام ده هيطلع لي هنا اوميجا سكوارد ديفايدد باي 2، وهسبستيتيوت من زيرو لاوميجا ايكوال 1.5 على ال في جي في ساين ثيتا، وهسبستيتيوت من كام لكام؟ من زيرو لاي ثيتا. طبعا احنا ممكن نخلي الاوميجا زي ما هي ونشيل الثيتا ديت ونقول انها ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجري. فمن هنا نقدر نطلع ايه؟ من هنا نقدر نطلع الفاليو بتاعت الاوميجا كفاليو. خلي بالكم احنا هنشيل الثيتا نحطها بكام؟ ب 90 ديجري مره، وهنشيل الثيتا نحطها بزيرو. طبعا لو حطها بزيرو هتطير، لو حطيناها ب 90 هتبقى بكام؟ تعالوا كده نحسبها سوا عشان نحتاجها بعد كده. هيبقى 1.5 على ال في جي الساين 90 ب 1 مضروبه في 2 تايمز 2، وكل ده تحت الايه؟ تحت الروت. يبقى انا كبت الاوميجا لما الثيتا ايكوال 90 ديجري. طب ولما الثيتا ايكوال 90 ديجري تقدر تجيب الالفا كمان ولا ما اقدرش؟ قال لي اقدر اجيب الالفا كمان، يبقى الالفا هنا بتاعتك، يبقى الالفا بتاعتك هتساوي 1.5 على ال جي كوزاين 90، واضح ان الالفا هتبقى ايكوال
زيرو. يبقى انا هنا عرفت الاوميجا انها بواحد ونص على ال جي على اتنين، وعرفت كمان ان الالفا ايكوال زيرو. معلش احنا واضح ان احنا رجعنا لشابتر 16 بقوه، بس كانت بدايتنا ايه؟ كانت بدايتنا سيجما مومنت اباوت الايه؟ ايكوال اي ايه في الفا. نرجع للمشكله بتاعتنا، هي كانت ايه؟ ان انا مش عارف احل المساله ات سيتا ايكوال 90 عشان ما كنتش عارف الاوميجا وما كنتش عارف الالفا. انت دلوقتي قدرت ايه؟ قدرت تعرفهم. طيب تعالوا بقى كده نبيض الصفحه بتاعتنا ونحل المساله لما كانت الثيتا ايكوال 90 ديجري. نفس الكلام اللي بدأته في اول المساله، هرسم الفري بادي دايجرام ات 90 ديجري، وهرسم الفري بادي دايجرام ات 90، الفري بادي دايجرام والكينيماتيك بادي دايجرام. فري بادي دايجرام هيبقى عندي الاي اكس، هيبقى عندي الاي واي، هيبقى عندي الام في الجي. كينيماتيك بادي دايجرام النقطه ديت نقطه فيكسد، يبقى عندي هنا تعالوا بقى نعكسها نحطها العكس عشان هو بيتحرك بالمنظر دوت، فهيبقى عندي الاي تانجنت اللي هي ام في الفا في ال اوفر 2. خلي بالكم الالفا دلوقتي بقت معروفه، وهنا الام مضروبه في الاوميجا سكوارد في ال اوفر 2، والبادي بيروتيت باي جي في الفا. يلا بينا هطبق الايكويشنز الثلاثه. احنا دلوقتي رجعنا لشابتر 17. واحد، ارسم الفري بادي دايجرام. اثنين، ارسم الكينيماتيك بادي دايجرام على حسب طبيعه الحركه. ثلاثه، طبق الثلاثه رولز بتوعك. ثلاثه رولز هما سيجما مومنت اباوت الاي ايكوال اي اي في الفا. وطبعا القانون ده احنا اصلا طبقناه وجبنا منه الالفا كعلاقه في الاوميجا، فهنا مش مهم قوي. القانون الثاني هو السيجما، السيجما فورسز في الاكس ايكوال الام في الاي جي اكس. طبعا الاكس بتاعنا تعال ناخد الاكس اكسس هو المنظر ده، ادي الاكس وادي الواي، فانا واخد كده البوزيتيف ناحيه الشمال. طب مين الفورس اللي على الاكس؟ مفيش غير الاي اكس بس انا راسمها في الاتجاه ده، يبقى ماينس اي اكس، مفيش حد تاني. ايكوال الماس في الاي جي اكس. الاي جي اكس اللي هي مين؟ اللي هي ام في الفا، ام مضروبه في الفا مضروبه في ال اوفر 2. فاكرين وان احنا جبنا الالفا بكام؟ جبنا الالفا بزيرو. طالما الالفا بزيرو يبقى الاي اكس هي كمان ايكوال زيرو، يبقى انا كده حسبت الاي اكس. السيجما فورسز على الواي، سيجما فورسز على الواي ايكوال الام في الاي جي واي. الواي تعالوا ناخد الواي ابورد بالمنظر ده، يبقى الفورس اللي على الواي هي الاي واي والام جي، يبقى اي واي ماينس الام جي ايكوال الماس مضروبه في مين؟ مضروبه في الاوميجا سكوارد، اوميجا سكوارد في ال اوفر 2. معاك ايه؟ ايوه تمام قوي، معايا دوت، معايا الاوميجا سكوارد ده، انا حتى هشيل الروت، يعني هتبقى 1.5 مقسومه على ال مضروبه في جي مضروبه في ايه؟ في كوزاين 1 زي ما اتذكر كده كانت في السلايد اللي قبلها. يبقى واضح ان انا هنا هجيب من هنا الاي واي، يبقى انا كده نجحت في ان انا اجيب له الاي اكس والاي واي. وايه اللي طول المساله كده؟ اللي طول المساله ان انا ما كنتش عارف الاوميجا. بصوا فاكرين الكلمه اللي انا قلتها وانا بجيب الالفا؟ انتوا قلتوا لي، واحد قال لي ما انت كنت ممكن الالفا معاك بتساوي 1.5 على ال جي مضروبه في ساين ثيتا. واحد قال لي ما انا هحط الثيتا ب 90 اجيب الالفا، يبقى عندي 3 ايكويشنز في 3 انونز هما الاي اكس والاي واي والاوميجا. بص هنا مفيش علاقه تربط، هتجيب الاي اكس صحيح، لكن مش هتعرف تجيب مين؟ مش هتعرف تجيب الاي واي، لان معرفتك لفاليو الالفا عند ثيتا ب 90 ما جابلكش الاوميجا، فكنت لازم تحل المساله ديت الجنرال بوزيشن عشان تجيب الالفا الاوميجا فانكشن في البوزيشن وتجيب الاوميجا ات ثيتا ايكوال ايه؟ ايكوال 90 ديجري. دي كده مساله كانت على روتيشن. معلش هي المساله انا عارف ان المسائل اللي فيها سامبلز بتبقى دمها تقيل شويه، بس عرفنا منها ان هو لو ادانا كاينماتيك في بوزيشن وطالب ريكوارد في بوزيشن تاني، فلازم اجيب ريليشن كاينماتيك شابتر 16 ما بين التو بوزيشن عشان اعرف الاوميجا او اعرف الالفا في البوزيشن الجديد. طيب دي مساله. تاني بكرر ان احنا النهارده مش بنشرح حاجه جديده، ده احنا النهارده بنعمل ايه؟
بنحل على اللي شرحناه في الاسبوع التاسع. فبكرر تاني، الناس اللي هتسمع محاضرة الاسبوع العاشر لازم تعمل ايه؟ لازم تراجع وتفهم كويس جدا محاضرة الاسبوع التاسع. طب وانا قلت في محاضرة الاسبوع التاسع ايه؟ قلت ان انت عشان تسمع محاضرة الاسبوع التاسع لازم تراجع الشابتر 16 عشان تعرف تتمكن من رسم الكينيماتيك بادي دايجرام والحركات والتريكات اللي بتحصل في ايجاد الاوميجا وايجاد الالفا. المادة ديت الويكس كلها رابطة ببعضها، ما ينفعش تطنش حاجة في النص وتقول انا هذاكر اللي بعده. طيب ده طبعا الحل الستاندر بتاع المسألة. خلاص احنا ايه؟ احنا وضحناه. تعالوا بقى نمسك مسألة بعدها ونشوف بتقدم لنا ايه جديد. المسألة ديت example 17.13 بيقول لي determine the angular acceleration of the spool. واضح ان هو بدأ المسألة بريكوايرد. وايه هو ريكوايرد؟ هو طالب الالفا بتاعته. تعالوا كده نمسك القلم دوت ونقول ان هو طالب الالفا يعرف بكام. طيب ايه الداتا؟ بيقول لي ذا سبول اللي هو دوت الماس بتاعته الام بتساوي 8 كيلو جرام. ايه كمان؟ قال لي الريديوس اوف جيريشن عند الجي بيساوي الكي عند الجي بتساوي 0.35 متر. فاكرين الكي دي بنعمل ليها ايه؟ تمام، بنجيب بيها الاي عند الجي. الاي عند الجي هتساوي ام في الكي جي سكوير. طيب ذا كورد اوف نيجليجبل ماس، الحبل ده اهمل الويت بتاعه، رابد اراوند اتس انر هاب اند اوتر ريم، ملفوف على الاوتر ريم وملفوف كمان على الانر ريم، على الاوتر ريديوس وعلى الانر ريديوس. الناس تراجع محاضره الاسبوع، انهي الاسبوع السادس. في الاسبوع السادس كنت انا قلت لكم ان لو في حبل ملفوف على ديسك هو مش محتاج في المسألة يقول لي rolling without slipping. حاجتين مش محتاج يقول لي rolling without slipping. ايه هما الحالتين؟ الحالة الاولانية ان يكون في راك. فاكرين الراك اللي هي الايه؟ السنون ديت اللي مربوط عليها ترس، لانه مش هيعمل slipping. الترس ايه؟ الكسر مثلا، فما فيش هنا slipping. والحالة التانية ان يكون في حبل مربوط في نقطة fixed، هو اصلا بيتفك من على الحبل فما بقاش فيه slipping. طيب تعالوا نحل المسألة. هحل المسألة ازاي؟ واحد، طلع الداتا. ادينا طلعنا كل الداتا اللي هو ايه الراجل قال عليه. اتنين، ارسم الفري بادي دايجرام وارسم الكينيماتيك بادي دايجرام. لو جيت رسمت الفري بادي دايجرام، ادي السبول بتاعي. تعالوا كده ناخد القلم اللي هو الاسود. هيبقى عندي ادي الديسك الاوتر ريديوس وادي الانر radius. تعالوا نرسمه مره كمان. ادي الاوتر radius وادي الانر radius. في نقطه الجي لان هي اللي هنبدا منها، ادي نقطه جي في السنتر بتاع الديسك. طيب تعالوا نرسم الفري بادي دايجرام. ايه الفورس اللي بتاثر على الديسك ده؟ الوزن، الاكسترنال فورسز، الرياكشن، والفريكشن لو كان فيه فريكشن. اول حاجه الويت، حاجه نزل سهم كده مديني الماس ب 8 يبقى 8 جي، ادي الويت. ايه كمان؟ الفورس الاكسترنال اللي هي ال 100 نيوتن. تمام. ايه كمان؟ الحبل ده المفروض ان الحبل دوت بيعمل تنشن هنا، هندي له رمز ايه؟ هندي له رمز تي. طب ليه التنشن ده ما بيساويش المية؟ هقول لكم تفسير صغير هنا، لكن في الأسبوع اللي بعده أو اللي بعده هوضح ليه التنشن ما بيساويش التنشن، أو ممكن لو في وقت النهارده أبدأ أوضح لكم ليه التنشن مش إيكوال تنشن. طبعًا هنا في سبب واضح جدًا إن ده حبل وده حبل تاني خالص. الحبل ده على الأوتر ريديوس والحبل ده على الإنر ريديوس ومش متوصلين ببعض. طبعًا واحد هيسألني طب لو كان نفس الحبل يبقى التنشن نفس التنشن؟ كنا إحنا أخدنا كده في الكورس اللي قبله إن لو في بكرة عليها حبل فيبقى التنشن قبل ايكوال التنشن بعد. هنا اقول لك لا. طب لا ليه؟ هقولها لكم كمان شوي. ده كده هو الفري بادي دايجرام. طب تعالوا نرسم الكينيماتيك بادي دايجرام. انت قلت لي ان طالما في حبل يبقى في رولينج ذات سليبنج. طب ده النهارده في حبلين،
في حبل على الاوتر سيرفيس وفي حبل على الانر سيرفيس او الانر ريديوس، اخد انهي منهم؟ فاكرين كنا احنا بنقول ان الاي سي موجود مره واحده بس، الفيكسد بوينت موجوده مره واحده بس، لانها لو موجوده مرتين على البادي، البادي ده يقف بالكامل. فتفتكروا من الاي سي بتاعنا هيبقى عند البوينت ايه ولا عند البوينت اللي هنا؟ تعالوا نفكر، هو مين اللي بيتحرك ومين اللي ثابت؟ المفروض ان ال 100 نيوتن ديت هتشد الديسك عشان يطلع لفوق، يعني معنى كده ان ال 100 ديت بتتحرك بالحبل بتاعها بالديسك. لكن الحبل اللي على ناحيه اليمين النقطه دي فيكسد، يبقى كل نقط الحبل ده فيكسد لحد نقطه ايه؟ يعني معنى كده ان انا هعتبر ان الحبل اللي عند الايه كانه سطح انا ببدا اعمل عليه رولينج وزات سليبنج. ورجعوا للاسبوع السادس كنا اخذنا مساله بالمنظر دوت، كان في حبل وكان في ديسك بيتلف من حواليها، وقلنا ان الفيكسد كورد او الفيكسد بارت من الكورد هو اللي بنعتبره سيرفيس عشان بيعمل عليه رولينج زات سليبنج. يبقى النقطه ديت ايه؟ يبقى النقطه ديت اي سي. ماشي، فاكرين في الرولينج زات سليبنج قلنا ايه؟ قلنا ان في حاله الرولينج without sleeping بتبقى الاكسلريشن بتاعت السنتر بتساوي الالفا في الريديوس اللي انا واقف عليه. يعني معنى كده ان انا بقول الديسك ده طالع لفوق، يبقى بيمتلك هنا اي جي في الفا، ويبقى البوينت ديت ماشيه بارلل للسيرفيس وهتساوي طبعا الماس عندي ب 8 في الاي تانجنت في الفا في ار، يعني مضروبه في الفا. والار انهي ار؟ انا عندي 2 ار، عندي ال 0.2 وعندي ال 0.5. الار اللي لمست بيه الكورد الثابت يبقى ال 0.5، يبقى هنا الفا مضروبه في الاي في ال 0.5. والله ان نص المساله ده تلتين المساله هو اللي انا بقوله ده، بعد كده كلها تعاون مباشر في شويه رولز. لازم تتعلم ترسم الفري بادي دايجرام صح، لازم تتعلم ودي الاصعب عندنا، ترسم الكينيماتيك بادي دايجرام، وده معتمد على انك تحدد نوع الحركه اللي بيعملها البادي صح، لانك لو حددتها غلط يبقى انت بتحل مساله ثانيه خالص. اديني رسمت الفري بادي دايجرام، اعمل ايه بعد كده؟ قلنا بعد ما ارسم الفري بادي دايجرام ارسم اكسيز اكس وواي. انا شايف ان المساله بالمنظر ده هاخد الاكس هوريزونتال وهاخد الواي فيرتيكال، مفيش داعي لان مايل الاكسيز. ينفع؟ اه ينفع، بس مفيش داعي هنا ان انا مايل الاكسيز لان مفيش فورسز انكلايند. هبدا هبدا اكتب الثري ايكويشنز بتوعي. بص اكتبهم ازاي. واحد، هاخد السيجما فورسز في اتجاه الاكس ايكوال الام في الاي جي اكس. انا راسم الاكس يمين، يبقى ادي البوزيتيف بتاعي. السيجما فورسز في اتجاه الواي ايكوال الام في الاي جي واي. مين الفورس اللي على الواي؟ هنبقى نشوف. طبعا انا كده الواي ده الواي اهو ابورد. بعد كده ايه؟ بعد كده السيجما مومنت اباوت الجي ايكوال اي جي في الفا. سيجما مومنت اباوت الجي ايكوال اي جي في الفا. تعالوا نخلص من المعلتين الاولانيين ونبدا نتكلم في المعلة رقم 3 شويه. لو جيت عوضت في السيجما فورسز في اتجاه الاكس، انا بحاول احط الخطوط العريضه بتاعت حل المساله. الخطوط العريضه هي رسم الفري بادي دايجرام ورسم الكينيماتيك بادي دايجرام وكتابه الثري ايكويشنز اللي افيلبل عندي. الفورس اللي على الاكس احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان دول بيجوا من الفري بادي دايجرام ودول بيجوا من الكينيماتيك بادي دايجرام. فلو جمعت سيجما فورس على الاكس واضح ان مفيش فورس على الاكس خالص، كلهم على مين؟ كلهم على الواي. يبقى انا هحط هنا زيرو. الزيرو ده ايكوال الماس اللي هي 8 في الـ A G X. يبقى أنا هنا طلعت بإن الـ A G X إيكوال زيرو. أدي معادلة. بعد كده السيجما فورسز على الواي. مين الفورس اللي على الواي؟ هو الـ 100 والتنشن والـ 8 G. دول بوزيتيف على حسب اللي أنا واخده ودول نيجاتيف، يبقى أكتب 100 بلس الـ T ماينس الـ 8 G إيكوال الام اللي هي 8 مضروبه في الاكسلريشن اللي هي الفا في الار، الار اللي هو ب 0.5. واضح ان المعادله ديت ما اتحلتش لان انا عندي فيها تو انونز هما التنشن والالفا. المعادله الثالثه
هي السيجما مومنت اباوت الجي. هنا لو اخذت المومنت اباوت الجي الويت هيطير. انا هاخد البوزيتيف كاونتر كلوك وايز، او تعالوا ناخده كلوك وايز عشان الالفا ناخدها بوزيتيف، يبقى ننسى ديت وناخده كلوك وايز كده، يبقى اصبح ال 100 بوزيتيف والتنشن نيجاتيف، يبقى 100 مضروبه في 2 من 10 ماينس التنشن اللي انا عايز اعرفه مضروب في الريديوس الكبير اللي هو 0.5 ايكوال الاي جي. ناخد نجيب الاي جي ازاي؟ معايا الماس ومعايا الكي، يبقى 8 مضروبه في الكي سكوير 0.35 سكوير مضروب في الالفا. ادي الايكويشن رقم 2. بقى عندي كام ايكويشن؟ بقى عندي 2 ايكويشنز فيهم كام انون؟ فيهم الالفا والتي. يبقى انا هحل ايكويشن 1 وايكويشن 2، اقدر اجيب الالفا بكام واقدر اجيب كمان التنشن بكام. هو الراجل كان عايز الالفا بس، يبقى انا كده قدرت اجيب له الالفا. يبقى الخطوط العريضه تاني ان انا رسمت الفري بادي دايجرام، رسمت الكينيماتيك بادي دايجرام، بعد كده طبقت الثلاثه رولز بتاعتي سيجما اف اكس وسيجما اف واي وسيجما مومنت اباوت الجي. تعالوا نجاوب السؤال اللي في دماغكم دلوقتي، هو ليه ما خدش السيجما مومنت عند الاي سي؟ تعالوا كده نفتكر قلنا ايه المحاضره اللي فاتت. قلنا ان انا باخد السيجما مومنت عند الجي ايكوال اي جي في الفا، السيجما مومنت عند نقطه فيكسد ايكوال اي عند نقطه فيكسد ديت في الالفا، لكن اي نقطه ثانيه ما ينفعش اطبقها بالصوره دي. تعالوا نمسح الكلام اللي مكتوب دوت ونشوف انا عايز اقول ايه. انا بقول ان انا كان عندي هنا ترس، انا ناخد اللون الاسود، كان عندي هنا الترس دوت، وادي الكينيماتيك بادي دايجرام. كنا قلنا هنا ان في اي جي في الفا، وكان في هنا 8 مضروبه في الفا مضروبه في 0.5، وكان الاي سي موجود هنا، حتى الاي سي كان اسمه ايه، وكانت دي نقطه جي. وبالنسبه للفورسز كان في هنا التنشن، وكان في هنا ال 100 نيوتن اللي هي الابلايد فورس، وكان في هنا 8 جي. انتم عايزين ايه؟ عايزين تاخدوا المومنت عند نقطه غير الجي. تعالوا برضو نفتكر احنا عملنا ايه عند الجي. قلنا السيجما مومنت عند الجي بتساوي الاي جي في الالفا، وبدانا نقول تعالوا ناخد الكلوك وايز. انا براجع اللي احنا قلناه، تعالوا نمسح ديت. انا براجع اللي احنا قلناه في السلايد اللي قبلها عشان يبقى كله قدامنا. لو اخدت المومنت حوالين الجي هنا هيبقى عندي 100 في الريديوس الصغير اللي هو ال 0.2 ماينس التي في الريديوس الكبير ايكوال الاي عند الجي مضروب في الالفا، وكنا حليناها مع الايكويشن اللي قبلها وجبنا الالفا. يبقى ده كده تفكير. واحد بيقول لي انا شايف ان انت تاخد المومنت عند الاي، ما ينفعش تقول سيجما مومنت اباوت الاي ايكوال اي اي في الفا. ده اولا ليه يا سيدي؟ لان الاي دي مش نقطه فيكسد. بس النقطه ديت اي سي، افتكر معايا الاي سي ده في الفيلوسيتي بس. لا بقى على فكره، انا مصمم ان اخد السيجما مومنت عند الاي سي اللي هو الاي. الاي سي هو الاي، هو نفسه الاي، يبقى واضح انها نقطه عاديه بالنسبه للاكسليشن، هي نقطه عاديه زي اي نقطه. النقطه العاديه بنقول ان السيجما مومنت اباوت النقطه ديت بتساوي السيجما مومنت اباوت نفس النقطه، بس هنا من الفري بادي دايجرام وهنا من الكينيماتيك بادي دايجرام. على فكره القانون ده الاخير ده ينفع يطبق عند اي بوينت، ينفع يطبق عند الجي كمان. يعني ده هو القاعده العامه بتاعه القانون، لكن السيجما مومنت اباوت الجي ايكوال اي جي في الفا دي سبيشال كيس منه. وتعالوا ناخد البوزيتيف بتاعنا كلوك وايز. لو جيت اخدت السيجما مومنت اباوت الاي من الفري بادي دايجرام، نقطه ايه خلي بالكم هنا بقى، اهي ادي نقطه ايه، فهيبقى عندي التنشن ده طار موجود عند الاي. هيبقى عندي ايه كمان؟ هيبقى عندي ال 8 جي بتمشي عند كلوك وايز مضروبه في ال 0.5، وعند ال 100 مضروبه في ال 0.75 اللي هو الريديوس الكبير زائد الصغير. يعني هيبقى عندي 100 مضروبه في ال 0.75 اللي هي جايه من مجموع الاثنين دول، بعد كده ماينس ال 8 جي مضروب في الريديوس الكبير اللي هو 0.5. يبقى انا كده جبت ايه؟
جبت المومنت اباوت الاي من الفري بادي دايجرام. تعالوا بقى نجيب السيجما مومنت اباوت الاي من الكينيماتيك بادي دايجرام. هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عندي فورس والاقي عندي مومنت اللي هو اي جي في الفا. يبقى انا عندي فورس وعندي مومنت. لو جيت اخدت المومنت هيبقى الاي جي في الفا زي ما هو. اي جي في الفا زي ما هو. فاكرين في الاستاتيك لما كنا بناخد المومنت بتاع شويه فورسز، لو كان في كابل مومنت كنا بنعمل ايه؟ ما بنضربوش في ديستنس، بنضيفه زي ما هو. فده كده كابل مومنت بس كاينماتيك. وفي كمان دي كده فورس، الفورس دي بتدور كلوك وايز، يبقى بلس الفورس، الفورس اللي هي 8 في الالفا في ال 0.5. خلي بالكم دي كده مين؟ دي كده الفورس لسه هضربها في ديستنس اللي هي كامل ديستنس، اللي هي الديستنس ديت اللي هي مضروبه في 0.5. ايه ده، المعادله دي احسن من المومنت اباوت الجي فعلا، بس اتطبقت بصوره مختلفه. المعادله ديت ايه اللي خلاها احلى؟ لانها على طول جابت مين؟ جابت الالفا بتاعتي. يبقى احنا كده حلينا المساله ديت بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان احنا اخذنا المومنت اباوت الجي، والطريقه الثانيه ان احنا اخذنا المومنت اباوت نقطه غير الجي كانت طيرت لي شويه فورسز انا مش عايزها اللي هو التنشن بتاعي. الطريقه الثالثه ان انا انقل الفورسز ديت كلها لنقطه ايه، يعني ممكن نتك عليها ممكن نطنشها لان الوقت عندنا مضغوط الترم دوت. فيعني كفايه علينا السوليوشن الاولاني والسوليوشن الثاني، ولو جالي وقت او في فرصه ابدا اشرح لكم السوليوشن الثالث. والسوليوشن الثالث ده احنا بالتفصيل هنتكلموا عن الورك اند انرجي، وهو حرفه نقل الفورس من مكان لمكان لتسهيل حل المساله بتاعتي. يبقى احنا كده لحد دلوقتي اخذنا مساله بتتكلم على الروتيشن في الجنرال بوزيشن، واخذنا كمان مساله بتعمل ايه؟ تعمل رولينج وزاوت سليبنج. خلي بالكم ان انا تركيز النهارده على الجنرال موشن، فالرولينج زاوت سليبنج هو حاله خاصه من الجنرال بلين موشن. تعالوا كده نرجع للسلايدز بتاعتنا. دي كده المساله اهو، بصوا كده ده الحل الاولاني ان انا اخدت المومنت اباوت الجي، ده الحل الثاني ان انا اخدت السيجما مومنت اباوت الايه، والحل الثالث ده سيبوه دلوقتي هنبقى نتكلم عنه بالتفصيل في ايه، في وقت تاني. طيب تعال نشوف المساله اللي بعدها بتقدم لنا ايه. انا باكد تاني ان محاضره الاسبوع العاشر احنا بنحل مسائل او افكار عامه على نفس التوبيك اللي شرحناه في الاسبوع التاسع. المساله دي عايزه تقول ايه؟ تعال نشوف سوا كده. مديني ديسك بيقول لي ان الويل ده، او ويل، الويل ده 50 باوند هاز ريديوس اوف جايريشن بكذا. بيقول ان في 35 باوند فيت كابل، في هنا مومنت كابل موجود از ابلايد تو ذا ويل. طبعا الويل لو انا حطيتها على الارض مش هتتدحرج، لازم اعمل ايه؟ لازم عليها اكسترنال لود عشان تتحرك. ديترماين ذا اكسلريشن اوف اتس ماس سنتر جي، ومدينا بقى حاجه جميله جدا المره دي، مدينا الميو اس بتساوي الرقم دوت، ومدينا كمان الميو كي. ادي الميو اس وادي الميو كي، وطالب ايه؟ طالب الاكسلريشن بتاعت نقطه جي. هو يا دكتور انت ليه محسسنا ان المساله دي فيها تركايه ضخمه؟ انا شايف المساله عاديه. طب تعالوا كده نشوف المساله عاديه ولا فيها تريك. الخطوات بتاعتنا الاساسيه اتفقنا ان احنا بطبق الخطوات الاساسيه في المساله، بعد كده اشوف في تريكه في المساله ولا لا. الخطوات الاساسيه هي ان انا اطلع الداتا. والله انا انت شايف الداتا موجوده، يعني هو مديني الويت ب 50 باوند، مديني ريديوس اوف جيريشن عشان اجيب الاي، مديني كابل مومنت موجود، وطالب الاكسيشن بتاعت الجي. هو اللي مقلقني شويه ان هو مديني الميو اس والميو كي. ده حتى في ناس مننا تلاقي مش فاكره الميو اس والميو كي دول بتوع ايه. دول بتوع الفريكشن، ده لما يكون اباوت تو سلاب، وده لما يكون في حاله سلابنج، لما يكون العجله بتاعتي بتتزحلق يبقى ميو كي، لو كانت مش بتتزحلق يبقى ممكن استخدم الميو اس وممكن ما استخدمهاش. ده اللي هنقوله بالتفصيل دلوقتي. تعالوا نعمل الخطوات الاساسيه. الخطوات الاساسيه ان انا ارسم الفري بادي دايجرام وارسم الكينيماتيك بادي دايجرام. لو جيت رسمت الفري بادي دايجرام ابدا احط الفورسز اللي بتاثر على البادي. الفورس اللي بتاثر على البادي هي وزنه اللي هي 50، خلي بالكم ان دي بالباوند، باوند يعني مش هضربها في الجي. وفي ايه كمان؟ في هنا السرفس، السرفس بتاع ده كان عامل رياكشن
اللي هو الان، وكان عامل كمان ايه؟ وكان عامل فريكشن. وفي مومنت هو مديهولي جاهز كان بيساوي 35 35 باوند تايمز الفيت. واحد منكم يقول لي هو انت ليه رسم الفريكشن كده؟ اقول لك عشان الديسك بيدور كده. تقول لي طب مش الديسك بيدور كده، يبقى لازم الفريكشن كانت ترسم لورا. طب تعالى كده، لو انا ماشي برجليا، رجليا اتزحلقت لورا، يعني معنى كده الفريكشن ايه؟ لقدام. الفريكشن عكس النقطه مش عكس البادي، فريكشن عكس البوينت مش عكس البادي ككل. ده كده الفري بادي دايجرام. لو جيت رسمت الكينيماتيك بادي دايجرام، البادي ده بيعمل رولينج عند السطح هنا، يبقى في هنا اي جي في الفا، وفي هنا الام اللي هو مديها لي، ابدا احسبها مضروبه في الاي جي. هو ينفع احط الاي جي بتساوي الفا في ار زي المساله اللي فاتت؟ والله مش عارف. احنا امتى بنقول ان الاي بتساوي الفا في ار؟ بنقول انها ايه الفا في ار لما يكون رولينج وزاوت سليبنج. طب ما هو في المساله اللي فاتت ما قالش، وفي المساله دي برضو ما قالش. المساله اللي فاتت كان عندي حبل فيكسد عند بوينت، يبقى ده كده رولينج وزاوت سليبنج من غير ما يقول. كان عندي في مساله راك، يبقى برضو رولينج وزاوت سليبنج من غير ما يقول. لكن ده هنا ويل بتتدحرج على السيرفز، فاحتمال يعمل سليبنج واحتمال ايه ما يعملش سليبنج. طيب نسيبها دلوقتي ما نشوف هتحل لنا هتصعب لنا الدنيا ولا لا. انت قلت لي بعد ما ارسم الفري بادي دايجرام والكينيماتيك بادي دايجرام ابدا احط الاكسيز. الاكس واضح هنا ان ده هيبقى الاكس وده هيبقى الواي للرسمتين، طبعا الاكسيز والواي بيبقوا للرسمتين. بعد كده هطبق القوانين بتاعتي. القوانين بتاعتك هي السيجما فورسز في الواي ايكوال الام في الاي جي واي. ادي الواي اهو، الفورس اللي على الواي هي ال50 والان، يبقى عندي الان بالبوزيتيف ماينس ال50 بالنيجاتيف ايكوال كام؟ ايكوال 0. ليه ايكوال 0؟ لان مفيش كومبوننت للاكسلريشن على الواي، انا بناخد ده من هنا وده من الرسمه دي. يبقى واضح هنا ان الان انا جبتها انها بتساوي 50. طب الحمد لله عرفت نجيب حاجه. سيجما فورسز في الاكس، انا شايف المساله ماشيه طبيعيه اهي مفيش مشاكل. سيجما فورس في الاكس ايكوال الام في الاي جي اكس. مين الفورس اللي على الاكس؟ انا شايف ان هو الفريكشن بس، يبقى الفريكشن بس ده ايكوال الماس. خلي بالكم ان الويت ب 50 باوند، يعني ال 50 باوند ديت كانها 50 نيوتن، يعني هقسمها على جي في الاكسلريشن اللي هي اي جي. طبعا انا قلت اي جي اكس هي الاي جي لان الاي كلها على الاكس اكسس. هنا وقفت، بقى عندي معادله، المعادله ديت مجهول فيها الفريكشن ومجهول فيها الاي جي. طب الفريكشن ده هحطه ميو اس في ان ولا هحطه ميو كي في ان؟ ده اللي هنشوفه كمان شويه. طب نكمل التكمله، هي السيجما مومنت اباوت الجي ايكوال اي جي في الفا. لما اخد المومنت اباوت الجي هنا، تعالوا ناخد البوزيتيف بتاعي كلوك وايز عشان المساله كلها كلوك وايز، يبقى عندي ال 35 بالبوزيتيف وعندي الفريكشن بالنيجاتيف، يبقى 35. بعد كده ماينس الفريكشن مضروب في الريديوس، مديني الريديوس على الرسم اهو ب 1.25. ايه كمان؟ مفيش كده فورسز تاني، ايكوال اي جي في الفا. طبعا الاي هنعرف نحسبها لان هو مديني الام والكي، يبقى ام مقسومه على الجي، سوري ال 50 مقسومه على الجي مضروبه في الكي اللي هي ب 0.7 سكوير. كل الكلام ده مضروب في الالفا. ادي ايكويشن رقم 2. معاك ايه؟ معايا معادلتين فيهم كام مجهول؟ فيهم الفريكشن مجهول، فيهم الاي جي مجهوله، فيهم الالفا مجهوله. يبقى انا كده عندي 3 ايكويشنز ان 3 انونز مش هينفع احسبهم. طب الرولينج ذات سليبنج ايه الميزه اللي بيقدمها؟ والرولينج ويز سليبنج ايه الميزه اللي بيقدمها؟ تعالوا كده الحته الصغيره ديت نقول، او تعالوا هنا نقول ان الرولينج بيخليني ارسم الرسمه ديت بس اي جي والفا لو ده كان السيرفس، يعني ده كلمه رولينج. بس كلمه رولينج ديت تتقسم لحتتين، وزاوت سليبنج وويز سليبنج. ويز
سليبنج. ايه الميزه اللي هنا وايه الميزه اللي هنا؟ كلمه without sleeping معناها ان اقدر احط الاي جي بتساوي الفا في ار. خلي بالك كده ان انا لو حطيت الاي جي الفا في ار، المعلقات بتاعتنا راحت، لو حطيت الاي جي الفا في ار يبقى هيبقى عندي 4 ايكويشنز في 3 ايكويشنز في 3 انونز اقدر احسب المعادلات بتاعتي. بس خلي بالك ان الفريكشن اقل من او يساوي الميو اس في ان، لان لو فريكشن اقل يبقى ما بيتزحلقش، طب لو بيساوي يبقى على وشك لكن ما تزحلقش برضه. يبقى هنا دول الشروط بتاع without slipping. طب لو كان ويز سليبنج، لو كان الديسك ده بيتزحلق يبقى الاي جي ما بتساويش الفا في ار، ما ينفعش اساوي الاثنين ببعض. وايه كمان؟ قال لي والفريكشن في الحاله ديت هيساوي ميو كي في ان. يبقى انا هنا عندي without slipping بيديني المزايا ديت، والويز سليبنج بيديني المزايا دي. طب برضو هنحل بيهم ازاي؟ كنا احنا بنقول، معلش انا هضطر كده ارسمها تاني. كان عندي هنا الفري بادي دايجرام سريعا كده، كان عندي 50، كان عندي المومنت اللي هو 35، كان عندي الرياكشن، كان عندي الفريكشن. الكينيماتيك بادي دايجرام قلنا ان انا هنا عندي الام في الاي جي وعندي الالفا، ادي نقطه جي وادي نقطه جي. قلنا ان احنا طبقنا ثلاث معادلات. المعادله الاولانيه السيجما اف واي ايكوال الام في الاي جي واي، جبنا منها ان الان بتساوي 50، دي ما كانتش فيها اي مشكله. المعادلتين بقى التانيين كان السيجما فورسز على الاكس ايكوال الام في الاي جي اكس، فالفورس على الاكس هي الفريكشن بس، يبقى الفريكشن هيساوي الماس اللي هي 50 على الجي مضروب في الاي جي، وقلنا ان دي معادله رقم واحد فيها تو انونز. السيجما مومنت اباوت الجي ايكوال اي جي في الفا، فلو اخذت المومنت، طبعا اخذنا المومنت كلوك وايز، هيبقى عندي ال 35 ماينس الفريكشن في ال 1.25 ايكوال الاي جي في الفا، وادي الايكويشن رقم 2. وقلنا ان الانونز بتاعتنا هي كانت الفريكشن والاي جي والالفا. السلايد اللي فاتت هنستخدمها في ان احنا هنقول ايه؟ هنقول ان المساله رولينج وزاوت سليبنج. هنقول ان المساله ديت رولينج وزاوت ايه؟ وزاوت سليبنج. في الحاله ديت هقدر احط الاي جي بتساوي الفا في ار، يعني الفا مضروبه في ال 1.25. لو انا شلت الاي جي ديت وحطيتها الفا في ار، اصبح التو ايكويشنز دول بقوا في كام انون؟ في تو انونز. يبقى انا من الخطوه ديت احل ايكويشن واحد وايكويشن اتنين، اقدر اجيب الفريكشن كفاليو واقدر اجيب كمان الالفا بتاعتي كفاليو. طب وانت ايش عرفك ان الكلام ده صح؟ يبقى واضح ان الكلام ده كان ايه؟ كان اسيوم، انا ما اعرفش ان هي without stepping. طب هتعرف منين ان الاسامبشن بتاعك صح ولا غلط؟ فاكرين الميزه الثانيه بتاعت الرولينج زاوت سليبنج؟ ان الفريكشن بتاعي اللي هو ده ما يزيدش عن ميو اس في ان. الميو اس في ان ده الفريكشن الماكسيمم بتاع السطح. فالفريكشن الماكسيمم، يبقى انا عشان اتشيك على الكلام ده هعمل تشيك اهو، وهجيب الفريكشن الماكسيمم اللي هو بيساوي ميو اس في ان. هو مدينا الميو اس ب 0.3، يبقى ال 0.3 مضروبه في الان اللي هي ب 50. في الان اللي هي ب 50، يبقى انا من هنا جبت مين؟ جبت الفريكشن الماكسيمم. عندك احتمال من الاثنين، عندك احتمال من الاثنين. الاحتمال الاولاني ان الفريكشن اللي انت حسبته اللي هو ده يكون اقل من الميو اس في ان اللي هو الفريكشن الماكسيمم يعني، او يساويها. لو الفريكشن اللي انت حسبته من الفرد بتاعك كان اقل من الفريكشن الماكسيمم او يساويه، يبقى الفرد بتاعك صح وتبقى المساله بتاعتي خلصت، ما كملهاش خلاص، يبقى الفرد اللي انا فرضته صح وطلعت الالفا وطلعت الفريكشن كمان. طب افرض ان الفريكشن اللي انت حسبته
طلع اكبر من الفريكشن الماكسيمم. طبعا لا يمكن، لا يمكن سطح يبذل فريكشن اقصى من الفريكشن الماكسيمم، اسمه ماكسيمم حتى. بالتالي بالحاله ديت يبقى الفرد بتاعي ايه؟ يبقى الفرد بتاعي غلط، اللي انا فرضته ده غلط. اذا انا لسه هعيد المساله من اول والاخر، من اول تاني؟ لا خالص. طالما فرد الرولينج ذات سليبنج غلط، يبقى ايه اللي صح؟ يبقى الصح ان هو ويز سليبنج. طب ويز سليبنج ديت معناها ايه؟ قال لي معناها ان انت خلاص عرفت الفريكشن بتاعك انه بقى ميو كي في ان. الميو كي معاك 0.25 والان ب 50 مش مرتبطه بالفرد، يبقى انا كده جبت الايه؟ جبت الفريكشن. بصوا كده ايكويشن رقم 1 الفريكشن بقى معاك، جبت الاي جي. الايكويشن رقم 2 الفريكشن معاك، جبت الفريكشن معاك جبت مين؟ جبت الالفا. يبقى في كل الاحوال هعرف احل المساله. تعالوا كده نقولها سريعا. رسمت الفري بادي دايجرام، رسمت الكينيماتيك بادي دايجرام، ما قدرتش احط الاي جي بتساوي الفا في ار لانه ما قاليش رولينج ذات سليبنج، ومش حبل فيكسد ومش راك. طبقت الثلاث معادلات، لقيت عندي معادلتين في 3 انونز، الفريكشن والاي جي والالفا. بدات استخدم مزايا الرولينج ويز وذاوت سليبنج، فرضت الاول انها وذاوت سليبنج، فطلعت ريليشن ما بين الاي جي والالفا، حليتها مع دول، جبت الالفا والفريكشن. اعرف منين ان الفرد صح؟ جبت الفريكشن الماكسيمم وقارنته بالفريكشن اللي انا جبته. انت بتقول ان الفريكشن ب 50، طب الفريكشن الماكسيمم اصلا ب 30، يبقى الفرد بتاعك غلط، يبقى الفريكشن هو الميو كي في ان، واجي بالراجع هنا اجيب الاي جي والالفا. لا ده الفريكشن الماكسيمم كان 70 وانا جبت الفريكشن بفرد 30، يبقى انا كده فرد صح، وتبقى المساله خلصت وجبنا الاي جي والالفا اللي هو عايزهم. يبقى دي مساله في منتهى الاهميه عندنا بتعالج موضوع الرولينج، اللي كل الناس فاكره ان الرولينج لازم يبقى وزاوت سليبنج. لا خالص، كلمه ويز وزاوت قلنا الفرق في السلايد اللي قبل ديت، قلنا ديت ليها خواصها وديت ليها خواصها. وفي مسائل انا عارف انها وزاوت سليبنج، وفي مسائل انا بحتاج اعمل فرد واتشيك على الفرد دوت عشان اعرف هي ويز سليبنج ولا وزاوت سليبنج. تعالوا نشوف المحاضره بتاعتنا مقدمه ايه كمان. ده الحل بقى اللي احنا كنا عمالين نتكلم فيه اهو. جينا هنا فرضنا انها رولينج ذات سليبنج، وبدانا نحل كل اللي احنا كتبناه، مش محتاجين ايه نكرره تاني. تعال نشوف المساله ديت. اعتقد المساله ديت هي اخر مساله في المحاضره بتاعتنا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي يونيفورم. كلمه يونيفورم معناها ان السنترويد في الجيومتري بتاعتي، سنتر اوف ويت موجود في الـ في الـ في الـ في السنترويد. يعني لو كان بليت يبقى السنتر في النص، لو كان تريانجل يبقى 1 ثيرد و 2 ثيرد، لو كان ديسك يبقى في النص. كلمه يونيفورم معناها ان الدنستي متوزعه على البادي بالتساوي، في تجانس في الماتيريال اللي مصنعه البارتي ده. فهو بيقول لي يونيفورم 50 كيلو جرام، يعني معنى كده ان الجي في الميد بوينت من البار. از هيلد ان ايكوليبرام بوزيشن. ايكوليبرام بوزيشن معناها ان دوت اوميجا ايكوال زيرو. تعالوا كده ناخد القلم بتاعنا. يبقى هنا دي معناها ان الاوميجا بتاعتي ايكوال زيرو، ويونيفورم معناها ان الجي في النص. طيب ممسوكه بايه؟ ممسوكه بحبلين، حبل اسمه اي سي وحبل اسمه بي دي. طب ما فيش كلام، ما فيش مشكله، يعني ايه المشكله؟ خلاص تو تنشن وكورد، ده ايكوليبرام، ده ماده ستاتيك. لو طبقت سيجما فورسز في اتجاه الواي سيجما مومنت جبت التو تنشنز. لا ده الراجل بيقول لي ايه بقى؟ هات لي الالفا بكام بعد ما الحبل اي سي يتقطع على طول. بعد ما الحبل اي سي يتقطع على طول. كلمه ايميديتلي دي كلمه خطيره جدا. كلمه ايميديتلي معناها ان البوزيشن لسه ما اتغيرش، ان التايم لسه ما اتغيرش، ان الفيلوسيتي لسه ما اتغيرتش. امال ايه اللي هيتغير؟ الاكسلريشن بس. كلمه ايميديتلي تاني معناها ان في ثلاث حاجات ما اتغيروش. كلمه ايميديتلي معناها ان التايم لسه ما زادش، ده احنا لسه في لحظه القطع بالظبط. البوزيشن لسه ما اتغيرش، يعني لسه البار هوريزونتال زي ما هو ما مالش. الكيس الثالثه ان الاوميجا اللي بيمتلكها البادي لسه ما اتغيرتش. تقول لي ليه؟ ومش لما الحبل يتقطع هيتحرك؟ اه هيتحرك، بس هيتحرك من ايه؟ هيتحرك من سكون. يعني معنى كده ان الاوميجا لسه ستيل كام؟ ستيل ايكوال زيرو.
فاكرين اول مسألة اخدناها النهاردة؟ دي مسألة ودي مسألة تانية خالص. ليه؟ ما هي هي. انا شايف ان ده برضو بار هيقع كده. بس المسألة بتاعت اول المحاضرة كان البار الداني بروبرتس عند بوزيشن وطالب حاجات عند بوزيشن تاني خالص، لكن هنا طالب فين؟ طالب عند نفس البوزيشن، فمش محتاج اعمل جنرال ايكويشن. طب يلا نرسم الفري بادي دياجرام ونرسم الكينيماتيك بادي دياجرام. لو جيت رسمت الفري بادي دياجرام، ادي البار اهو ما ميلتوش، وهنا الكينيماتيك بادي دياجرام. الفورس اللي بتاثر عندي هي الويت، مديني الماس ب 50 يبقى 50 جي. هنا في تنشن اللي هو نسميه اف بي دي. طب هل هنا في تنشن؟ هو كان في، بس لما تقطع الحبل التنشن ده ايه؟ التنشن ده اختفى. نيجي بقى للكينيماتيك بادي دياجرام. هو البادي ده هيتحرك بحركه نوعها ايه؟ واحد يقول لي ده ما بيتحركش، ده الاوميجا بزيرو. لا، لما بنتكلم على الحركه ككل. في الرينج ده هو هيتحرك، لو اتحرك، لما هيتحرك حركه نوعها ايه؟ واحد قال لي ده هيتحرك جنرال بلين موشن، لان ما عندوش نقطه فيكسد. ما عندوش نقطه ايه؟ نقطه فيكسد، ومش ترانزليشن زي المساله اللي خدناها في الاسبوع التاسع. طب الجنرال بلين موشن رولينج يعني؟ لا، ده مش رولينج. الرولينج محتاج سطح. جنرال بلين موشن معنى كده ان انا هاجي هنا اقول في الماس اللي هي 50 مضروبه في الاي جي اكس، عندي هنا 50 مضروبه في الاي جي واي، وعندي هنا الاي جي في الفا. يبقى انا ما اعرفش مستقبل الاكسيشن خالص، ففرضته اكس وواي وزي ما يطلع. طب اديني رسمت الفري بادي دايجرام. تعالوا نطبق الايكويشنز بتاعتي. الايكويشنز بتاعتي هي السيجما فورسز في اتجاه الواي ايكوال الام في الاي جي واي. مين الفورس اللي على الواي؟ انا شايف ان الاف بي دي، وشايف ال 50 جي، بس هما دول الفورس اللي على الواي. يبقى اكتب كده الاف بي دي بعد كده بلس ال 50 جي ايكوال الماس مضروبه في الاي جي واي. ادي معادله رقم واحد مجهول فيها الاف بي دي، ومجهول فيها كمان مين؟ الاي جي واي. طيب المعادله اللي بعدها السيجما فورسز على الاكس، سيجما فورسز على الاكس ايكوال الام في الاي جي اكس. واضح ان مفيش فورسز على الاكس، يبقى دي كده بزيرو. يبقى انا هنا طلعت ان الاي جي اكس ايكوال زيرو. الحمد لله طلعنا حاجه. اخر معادله هي السيجما مومنت اباوت الجي ايكوال اي جي في الفا. لما اخد المومنت اباوت الجي، ادي البوزيتيف بتاعي، لما اخد المومنت اباوت الجي هنا، يبقى الاف بي دي في اللانس دوت، يبقى الاف بي دي مضروب في اللانس اللي هو 3 اوفر 2، لان انا الجي دي في النص يعني 1.5 ايكوال الاي جي. طبعا ده رد، ده بار، يبقى القانون بتاعنا زي السلندر، رد ام ال سكويرد على 12، يبقى الام اللي هي ب 50، ال اللي هو ب 3 سكوير ديفايدد باي 12 مضروب في الالفا. ودي كده ايكويشن رقم 2 مجهول فيها ايه؟ مجهول فيها الاف بي دي، ومجهول فيها كمان مين؟ مجهول فيها كمان الالفا. طيب في مشكله؟ طبعا في مشكله. بقى عندي 2 ايكويشن بس في كام انون؟ في 3 انونز، هما الاف بي دي والاي جي واي ومين كمان؟ والالفا. طيب نحلها ازاي؟ افتكروا معايا كده ان انا عندي الاف بي دي مجهوله، الاي جي واي مجهوله، والالفا كمان مجهوله، وخلصت شابتر 17. رسمت فري بادي دايجرام، رسمت كينيماتيك بادي دايجرام، وطبقت ايكويشنز، ما بقاش عندي حاجه في شابتر 17 يقولها. يبقى الحل ان انا اروح لشابتر 16 عشان اعرف احاول احسب الاي جي، او احاول احسب مين؟ او احاول احسب الالفا. شابتر 16 بيقول ان انت لو عايز تجيب اكسلريشن نقطه جي لازم تنسبها لنقطه ثانيه. طب انت عندك مين؟ عندك نقطه A وعندك نقطه B. نقطه A دي في الهواء مش عارف لها ماشيه ازاي. طب نقطه B يعني تعال نشوف نقطه B، هنقول اكسلريشن B زائد الفا كروس الار ماينس الاوميجا سكويرد في الار. لو جيت قلت ان الاوميجا بزيرو فالترم ده طار. طبعا ديت هنا جي اوفر بي.
نقطة الجي أنا عرفت الكومبوننت على الإكس إن هو بزيرو، يعني كل اللي أعرفه هو الـ A جي واي في الجي. طب الحمد لله عرفنا حاجة. طب نقطة بي، نقطة بي لو كان الحبل ده مشدود، بصوا بقى كده اللي هنقوله ده. أنا بس لو رحت السلايد فاضية احتمال الكلام ده يختفي، بس احنا محتاجين صفحة فاضية بصراحة. أنا هأسيوم، مش أنا قلت إن في هنا اف بي دي؟ قلت. يعني معنى كده إن الحبل ده إيه؟ الحبل ده مشدود. طب والحبل مشدود معناها إيه؟ معناها إن نقطة بي، أدي نقطة دي، لو اتحركت هتتحرك في الإيه؟ في الكيرف ده، ما هو الحبل ده مشدود، يبقى نقطة بي بتتحرك في الكيرف ده. يعني معنى كده إن نقطة بي بتدور حوالين مين؟ حوالين نقطة دي. يبقى هيكون نقطة بي ليها A تانجنت وليها A نورمال. الـ A تانجنت هتبقى الألفا بتاعت الحبل في طول الحبل، خلي بالكم المسألة مش مديني طول الحبل أصلا، يعني مش هنحتاجه. والـ A نورمال هتبقى بزيرو، ليه؟ لأن الأوميجا بزيرو، شار ريليزد فروم ريست، يعني معنى كده الكومبوننت ده بزيرو، فتبقى أكسلريشن بي على الإكس بس. أقول كمان، أنا بقول إن أنا قلت إن في الحبل شد، وطالما الحبل مشدود يبقى الحبل لسه محافظ على الطول بتاعه. وطالما محافظ على الطول بتاعه يبقى نقطة بي ماشية في سيركل. وطالما نقطة بي ماشية في سيركل يبقى ليها إيه تانجنت وليها إيه نورمال مرتبطة بالحبل، ماليش دعوة بالبار. طب ما هو الحبل دوت ريليزد فروم ريست، يعني الأوميجا بتاعت الحبل كمان بزيرو، يعني الإيه نورمال بتاعت نقطة بي بزيرو، فأصبحت نقطة بي على مين؟ على الإكس بس. افتكروا كده القانون، كنا بنقول اكسلريشن جي بتساوي اكسلريشن بي زائد الالفا كروس الار ماينس الاوميجا سكوارد في الار، الاوميجا دي بتاعت البار والالفا دي بتاعت البار، طبعا الترم ده ايه؟ بزيرو. وكنا قلنا ان اكسلريشن الجي كانت على الواي بس، اكسلريشن البي من اللي احنا فرضناها طلعت على الاكس بس، بعد كده الالفا زائد الالفا كي كروس الار، الار بتاعنا ادي البار اهو، ادي البار اهو، كان هنا نقطه بي وكان هنا نقطه جي، كانت المسافه ديت 3 اوفر 2، فانا همشي من نقطه بي لنقطه جي، فهمشي عكس الاكس، يبقى ماينس 1.5 على الاي. لو سويت هلاقي ان الكي مع الاي بقت جي، فلو سويت في اتجاه الجي دايركشن هطلع ان الاي جي واي بتساوي الفا مضروبه في ال 1.5. حدش يقول لي طب ما انا كنت من الاول اقول رولينج ذات سليبنج تبقى الفا في ار، لا ده تشابه ارقام، طلعت هنا الاي جي واي بتساوي الفا في ار، واحنا هناك كان عندي معادلتين، تعالوا كده نرجع يمكن نلاقي الكلام مكتوب برضه اتمسح. كان عندي معادلتين، المعادله الاولانيه ده ادي الفري بادي دايجرام اهو، ادي الفري بادي دايجرام وادي الكينيماتيك بادي دايجرام. كان عندي هنا التنشن اللي هو اف بي دي، كان عندي الويت اللي هو 50 جي، وكان عندي هنا ام اي جي اكس وام اي جي واي، عشان انا بكتب بسرعه اللي احنا كتبناه قبل كده، وكان عندي هنا اللي هي اي جي في الفا. ولما طبقنا المعادلات كان عندي السيجما فورسز في اتجاه الواي ايكوال الام في الاي جي واي، كان عندي الاف بي دي وماينس 50 جي ايكوال الماس اللي هي 50 في الاي جي واي، كانت دي معادله. ولما اخذنا السيجما مومنت عند الجي ايكوال اي جي في الفا، كانت المعادله الثانيه لما اخد المومنت هنا كان عندي الاف بي دي مضروبه في 1.5 ايكوال الاي جي في الالفا، دي كانت المعادله رقم 2. السلايد اللي قبلها كنا جبنا علاقه ما بين مين ومين، كنا جبنا ان الاي جي بتساوي 1.5 من الالفا، دي كده معادله رقم 3. طبعا لو خبطت الثلاث معادلات في بعض هجيب مين؟ هجيب الاي جي واي، هجيب الاي جي واي، وهجيب الاف بي دي، وهجيب الالفا. بص التركه الصغيره ديت، افرض ان الحبل مش مشدود، هو ينفع؟ ينفع، ممكن وارد يحصل. طب لو الحبل مش مشدود هعرفها منين؟ اصل انا لما جبت الاي جي بتساوي 1.5 الفا كنت معتمد على ان الحبل ده مشدود. طب وانت ايش ضمنك ان الحبل ده مشدود؟ حبل مشدود يعني فيه تنشن، فالحبل مشدود، لو الحبل ده مشدود
يبقى لازم التنشن اف بي دي يكون اكبر من او يساوي الزيرو، اكبر من او يساوي الزيرو. لو هو اكبر من زيرو يبقى الحبل مشدود. طب لو بيساوي زيرو بالظبط؟ لو بيساوي زيرو معناه ان الحبل مفرود لكن مش مشدود، ومفرود معناها ان نقطه بي لسه ماشيه في سيركل. يعني معنى كده ان الفرض بتاعي معتمد على الفاليو بتاعت الاف بي دي اللي انا حسبتها. فلو كانت الفاليو بتاعت الاف بي دي من القوانين ديت طلعت بوزيتيف او زيرو يبقى المساله خلصت وانا خلصت المساله. لكن تخيل ان انا حسبت الاف بي دي ديت فطلعت رقم نيجاتيف، هل ينفع التنشن في حبل يبقى بالنيجاتيف؟ طبعا ما ينفعش. طب احل المساله ازاي؟ لا سهله، طالما طلع بنيجاتيف يبقى احنا هنحط الاف بي دي ايكوال زيرو. هو مش انت قلت لي من شويه ان الاف بي دي ايكوال زيرو معناه ان الحبل مفروض مش مشدود؟ لا، الزيرو الجديد ده ان الحبل مش موجود اصلا. لو الحبل كان في المساله متني كانه مش موجود في المساله، يعني احنا في المساله هنشطب على الاف بي دي اصلا. فلو شطبت على الاف بي دي من المساله هطلع مين؟ هطلع الاي جي واي. طب ولو حطيت الاف بي دي برضو مش موجوده هنا هتطلع الالفا بكام؟ هتطلع الالفا بزيرو. دي كيس صعبه شويه انها تيجي، لان فيزيكالي لما هيكون حبلين شادين بار وقطعت واحد اكيد هيكون في تنشن في الحبل الثاني. لكن انا بتكلم في حته الرياضه، لو طلعت نيجاتيف اعمل ايه او اتحرك ازاي. بكده احنا خلصنا شابتر 17 اللي هو الفورس اكسلريشن ميثود. الشابتر تاني باكد ان هو ما قدمش حاجه جديده، لكن رجع لنا ازاي اتعامل مع علاقة المومنت اوف انرشيا، مع علاقة الفري بادي دايجرام، مع علاقة الكينيماتيك بادي دايجرام. اكدت عندي تحديد نوع الحركة اللي بيعملها كل بادي، سواء ترانزليشن سواء روتيشن سواء جنرال بلين موشن. وركزت كمان على الرولينج وعرفتكم امتى المسألة تبقى رولينج ذات سليبنج، امتى المسألة تبقى رولينج وذ سليبنج، انت المسألة ما بقاش عارف هي ويز ولا وزاوت. واتفقنا او اتعلمنا سوا ازاي اتعامل مع المسألة لو ما كنتش عارف انها ويز او زاوت بفرض الفريكشن وعلاقته بالفريكشن الماكسيمم سواء اقل او ايه او اكبر. وكده نبقى غطينا من خلال الاسبوع التاسع والاسبوع العاشر كل الافكار اللي انا محتاجها منكم في الجزء ده من المنهج. شاكر جدا ليكم.